السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من جانب مسعود رضا، مسعود رضا يبحث عن التقدم امامنا، التمريرة ملعوبة والكرة تعود هنا، البحث عن تسديدة وفي الجول، هدف اول، هدف اول عن طريق مهدي قايدي. وقلنا يا جماعة النوايا الإيرانية واضحة 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 خلال هذه المباراة، لا سبيل إلا الانتصار، لا درب إلا درب الانتصار. هنا الاستلام والتسديدة تباغت وتفاجئ حارس المرمى محمد العويس الذي ظل متألقا في مرماه، لكن هذه المرة كرة تهد العويس مباغتة مباغتة الكرة الماضية، وصعبة صعبة صعبة رغم أن في المرمى العويس، لكن الكرة تغالط العويس وتعانق الشباك. معلن عن الهدف الأول لصالح فريق استغلال طهران. وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء مبعدة من جانب حسين عبد الغني، عائدة إلى مهدي غايدي صاحب الهدف. غايدي يلعب الكرة العرضية والرأسية وفي الجول، ثاني الأهداف، ثاني الأهداف، وفرحة ثانية ثانية لمجد نمج. هدف يأتي عن طريق علي كريمي يدون الهدف الثاني في ظل فرجة من دفاعات الأهلي. شوف العرضية، الكرة الماضية عن طريق صاحب الهدف الأول وصانع الهدف الثاني، والتغطية لم تكن حاضرة من هيثم عسيري في اللقطة الماضية، ومن دفاعات الأهلي بكل هدوء يضعها في الشباك اللاعب علي كريمي، معلنا عن الهدف الثاني والفرحة الثانية لفريق استغلال طهران. قلنا استغلال عزيزي ومهدي مهدفيكيا وبعدهم علي كريمي قلت جودة المواهب في الكرة الإيرانية. المحاولة ملعوبة والعرضية الرأسية والثلاثية، والثلاثية في الشباك، شغد يا باتي، الأولى أبت له، الثانية تسلل، والثالثة ثابتة في الشباك. أخيرا يدون يسجل بعدما رفضت له الشباك ورفض له العويس، يسجل في المرمى بكورة عرضية شيخ دياباتي الهدف الثالث. وقلنا يا جماعة مشكلة الأهلي واضحة واضحة، وضوح الشمس في سمائها واضحة، الأهلي لديه مشكلة في التعامل مع الكرات العرضية، وهذه علة لابد أن تعالج.